راح أتكلم كمان اليوم عن نشأة التصميم وكيف بتتم المواصلة بين التصميم والتنفيذ، يعني كيف تمشي الأمور بين مراحل التصميم ومراحل التنفيذ. طبعاً لا شك أنه كل زبون في عنده سؤال بيراوده، كيف راح يصير تنفيذ مشروعي؟ أنا راح أجاوبك عليه بكل بساطة. كل المشاريع اللي تم الشغل عليها، أهم شغلة ونوصل لموضوع التنفيذ، خلينا من الجمالية وخلينا من شغل التصميم، هذا تكلمنا عنه سابقا. راح أتكلم أنا هلأ في موضوع البادجت، وأنه كيف بنحط موضوع الميزانية بأيدي ماهرة مع المصممين. موضوع الميزانية جدا مهم. طبعا في بعض المشاريع مرات الميزانية بتطلع مرات بتنزل، لكن كيف أنه إحنا نتحكم فيها بطريقة معينة أنه ما تأثر على التصميم. هذا بتصير عندنا إحنا قبل التسعير على المشروع، بتصير في عندنا شغلة اسمها الكوست ستادي للمشروع. الكوست ستادي هون إحنا بنشوف شو الماتيريال الأنسب والأفضل إنه نستخدمها بالمشروع. في أسئلة مرات، يعني أول سؤال بيسألك إياه المصمم لكل العملاء عندنا موضوع الميزانية. في كثير الناس بتخاف إنه تحكي عن ميزانيتها، بالعكس أنا بدي أكد عليكم معلومة إنه الميزانية جدا مهمة. ليش مهمة؟ الميزانية لما تكون موجودة بتريحني أنا، بتريحني إحنا كشركة تصميم، كستاف، كمهندسين، لأنه أنا المبلغ اللي أنت بتقول والله أنا راصد ميزانية X أو الميزانية سين أو صاد أو يعني شو ما كان المبلغ، هذا المبلغ اللي أنت راصده أنا بيساعدني شو أحط لك في التصميم من ماتيريال. فموضوع مش انه بس بدي اسمع رقم اقول لك لا بصير او ما بصير، لا كل شيء بيصير ان شاء الله، بس موضوع الميزانيه بيساعدنا احنا نعرف شو نوع الماتيريال اللي نستخدمه، كيف نوظف كل مبلغ انت حطيته بالبادجت لكل اريا موجود. يعني مش شرط البيت كله يكون بنفس الفينيشز، ممكن الاماكن الرئيسيه تكون بفينيش، غرف النوم تكون بفينيش اقل. فهون موضوع الكوست ستادي بياثر على المشروع. الشغلة الثانية، إذا كان البادجت عالية والميزانية عالية، في شغلات بنسميها إحنا اللي هي الكوست إنجينيرينج، يعني المواد اللي موجودة عندكم بالمشروع كيف نقدر نبدلها بماتيريال تانية مشابهة لها، طبعا ما إنه يأثر على موضوع الكواليتي، هذا أهم شيء طبعا. فموضوع الميزانية أعزائي المتابعين جدا مهم الإفصاح عنها أو المشاركة بين الكلاينت والديزاينر او المصمم المسؤول عن المشروع. وطبعا مثل ما انتم عارفين لكل زبون كمان في له هويه، طبعا هويه في اختياره للتصميم او ذوقه في التصميم. احنا بهمنا كمان موضوع الميزانيه برضه ما نكون بعاد عن الايديا او الفكره اللي في بال العميل، يعني مش بنحاول على قدر المستطاع انه الميزانية اللي حطتها الزبون انه نلخص له اياها كمان بالستايل وبالبصمة اللي هو حبيبها تكون في بيته، لانه في النهاية هو اللي ساكن في البيت. بس برضو النصيحة بنقدمها احنا للزبائن، بنحب انه نقول للزبون او نوجه الزبون بطريقة صحيحة انه انت متجه للطريق الخاطئ بهذا الموضوع. اذا ميزانيتك بهذا الحجم ومساحتك بهذا الحجم فلازم نعيد الجدول لهذه الامور. فيفضل يا جماعة الخير لو بتذكروا في الفيديو السابق اللي أنا تكلمت عنه في الستوري الماضي، موضوع إنه البداية مع المصمم جدا مهم تكون قبل ما نبتدي في المشروع عشان نختصر كل هاي النقاط اللي أنا تكلمت عنها. بالختام بتمنى إنه إن شاء الله استفدتوا من هاي الفقرة. أنا خلال الأيام الجاية راح أطلع لكم بتوبكس ومواضيع جديدة نتكلم عنها. مثل ما عودتكم بالستوري أنا بكلمكم كأنكم قاعدين معي باجتماع، وهذا بوصل المعلومة بطريقة لطيفة وسلسة لكم. أشوفكم على خير، تحياتي لكم.